وانا يمكن واحد من الاسئله اللي هتكلم فيها، بس قبل ما اجي للاسئله ونفتح موضوعاتنا خليني اخد معاك الاخبار بتاعت النهارده واسمع تعليقك عليها. بدايه طبعا اتحاد الكره الافريقي في حاجات كتير اتغيرت بمجرد خروج الوداد، يعني بمجرد ما خرج الوداد على ايد كايزر تشيفز اصبح النهائي مصري جنوب افريقي اهلاوي كايزر تشيفي يعني بقى في دلوقتي اعتبارات كتير، اولها هو ميعاد المباراه بالزبط. لانه كان في رغبه من الاهلي انه يبدر ميعاد عشان طوكيو بالظبط كده، والنهارده مع وجود جنوب افريقيا حضرتك عارف انه جنوب افريقيا كمان برضه في طوكيو، فيبدو انه الطرفين مش هيبقى عندهم الممانعه، يبقى في النهايه موافقه الاتحاد الافريقي، فالاتحاد المصري اتكلم او خاطب الاتحاد الافريقي عشان يبقى النهائي دوري الابطال يا 14 يا 15. نتمنى طبعا طبعا في مصلحه كده الوين وين سيتويشن زي ما بيقولوا كله ويستفيد اكيد طبعا. عايزين لعيبه النادي الاهلي طبعا شرف ليهم طبعا يلعبوا في طوكيو، ومجموعه من اللاعبين المميزين جدا طبعا هتزيد خبراتهم فيها، وشرف ليهم طبعا يلعبوا في طوكيو. السؤال بقى، هل تتوقع انه مش بس الميعاد اللي يتغير، هل تتوقع انه المكان كمان يتغير؟ لا المكان ما يتغيرش. ليه المكان يتغير؟ محطوط المكان من قبل البطوله. لا المكان لا طبعا مش هيتغير، بس دلوقتي انا عندي سيتويشن بيقول لك انه الوداد بره النهائي ده. دي نقطه واحد. ماشي. كايزر تشيفز ينتمي لمقاطعه اسمها جوتينج في جنوب افريقيا، تم اعلانها يعني حاله خاصه او حاله طارئه متعلقه بكوفيد 19. السيناريو اللي كان عندي قبل كده في دور المجموعات انه كايزر تشيفز وهو رايح يلعب في المغرب كان في مشكله كبيره جدا على الماتش، والمغرب قال انا مش هستقبل فريق من جنوب افريقيا، فبالتالي هذا السيناريو لو حتى بين قوسين بنسبه 1% قبل الحدوث وارد. ممكن جدا المغرب يرفض انه يستضيف البطوله. وارد بس انا يعني متهيألي صعب جدا، لان الوقت خلاص ما يسمحش انك انت تاخد قرار زي ده. ولا اتمنى طبعا خلاص المباراه، انه السيناريو صعب. لا صعب لو صعب. الملعب هيتغير، تشوف انت من وجهه نظرك مين المكان الافضل لاستضافه نهائي دوري الابطال؟ اتمنى لو ينفع الامارات يا ريت. هو لازم يتلعب في افريقيا بس اتمنى طبعا الامارات لان احنا لينا صولات وجولات في الامارات. طيب اتمنى. عظيم جدا. طيب نروح لخبر تاني. النجم المصري محمد النني، طبعا ايه رايك في مستوى النني مع الارسنال؟ هو بيستعد للموسم الجديد، وبعتقد انه ارقامه مع الارسنال السنه دي في الموسم ده مع ارتيتا محترمه جدا. 41 ماتش سجل 3 اهداف، واحد من اهدافه بالمناسبه في من احسن اهداف بطولة اوروبا، خد هدف الموسم. بالظبط. رايك في تطور النني الموسم ده مع الارسنال؟ والله النني دلوقتي كابتن من كباتن الارسنال، مواسم طويله وانجازات كبيره جدا بس الموسم ده غير يا كابتن احمد. طبعا. بص، هي وجهات نظر مدير فني بيجي بيحطه في مكان معين، والنني فعلا قدر ان هو يقنع اول المدير الفني بادائه، ودلوقتي بقى ليه دور اساسي او بديله بينزل دور مهم جدا. النني طبعا من الناس اللي في مصر دلوقتي، شرف كبير جدا لعب في الدوري الانجليزي مواسم طويله جدا، نتمنى له التوفيق طبعا، عشان برضو دي حاجه بتزود اداء المنتخب المصري. طبعا النني من الركائز الاساسيه لمنتخب مصر، وعندنا بطوله مهمه جدا بطوله افريقيا. ممكن يبقى له دور مع المنتخب الاولمبي مع منتخب شوقي غريب؟ لا صعب. انا مو في ممكن ثلاثه تانيين، انا في ممكن لما نيجي نتكلم كده ممكن اقول لك ممكن ثلاثه يبقوا مين. طيب نروح لخبر تاني. الحقيقه يمكن عندنا خبر على المنتخب البرتغالي طبعا اللي ودع المنافسات، ورغم كده يعني ناس كتير كانت بتشوف كريستيانو رونالدو هتكون البطوله دي اخر بطوله ليه، رغم كده تصريحاته كلها والبوستات بتاعته والتويتس بتاعته بتقول انه لا، ده راجل عنده رغبه في انه يحضر بطوله كاس عالم ويحضر يورو تاني، بيقول لك انه اللقب اللي جاي عندنا القدره على تحقيقه، وانه المجموعه دي ادت اللي عليها لكن ما وفقناش. لا، كريستيانو رونالدو بدنيا يقدر يلعب له مثلا سنتين ثلاثه كمان. هو طبعا مش هيبقى على قد المستوى اللي بيلعب بيه دلوقتي، كل سنه طبعا بيقل مستواه شويه، لكن هو قادر ان هو مع ادائه البدني مع قوته الجسمانيه لا قدامه مثلا موسمين ثلاثه كمان. طيب خبر اللي كنت بكلم حضرتك لسه فيه، ان اتحاد جنوب افريقيا قرر بشكل رسمي تعليق نشاط الرياضي للهواه لغايه يوم 11 يوليو. وده طبعا بعد مشكله الكورونا وفرض حظر بقى في الدخول والخروج، يعني قللوا جدا فكره الناس اللي داخله المقاطعه او خارجه منها لازم يكون في سبب بداعي العمل او يعني عشان يقللوا الكثافات،
وتاثير ده زي ما قلت لك على كايزر تشيفز نفسه كفريق مرشح، يعني مش مرشح، هيقابل النادي الاهلي في البطوله، وتاثيره يمكن احنا اتكلمنا فيما يتعلق بملعب المباراه لسه يمكن ده في علم الغيب زي ما بيقولوا. بص يا كابتن احمد، بص هو دلوقتي ان قبل ما يطلع طبعا السفريه بيتعمل مسحه، التست المسحه، فده ده ما فيش مشكله خالص. وزائد هناك لما بيوصل هناك بيتعمل بؤره كده ما حدش بيتحرك من خلالها، زي فقاعه طبيه بالظبط كده، زي اللي موجوده كانت موجوده في النادي الاهلي في كاس العالم، كاس العالم الانديه بالظبط كده. فانا شايف ان ما فيهاش مشكله خالص، بس ده بيبقى يعني كلام كتير قبل المباراه لكن انا شايف ان ما فيهاش مشكله خالص. طيب تسمح لي، انا كان هيكون معايا قبل الفصل ارني براندتس نجم هولندا ونجم ايندهوفن، طبعا وبالمناسبه هو مدرب برضه، يعني انت زي ما كنت نجم في نادي الاهلي ومدرب بعد كده هو زيك برضه اختار مجال التدريب، كنت هتكلم معاه. طيب لسه ما جاش. طيب هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه، انا يعني فهمت انه الاتصال وصل. طيب خليني هروح بقى الفصل ونرجع افتح معاك. طبعا عايز اتكلم معاك شويه على مواجهه الاهلي والترجي، لانه مكسبها ما كانش بس من وجهه نظري التاهل لنهائي دوري الابطال، وان كان ده المكسب الاساسي، لكن بيتهيألي في مكاسب كتير جدا حقق النادي الاهلي من ورا فوز الترجي ذهابا وايابا، ودي نقطه في منتهى الاهميه. وهتكلم معاك كمان على ماتش المنتظر، ماتش اللي احنا جماهير نادي الاهلي طبعا مستنيين يوم الخميس اللي جاي، مواجهه كرويه مفترض انها من طراز رفيع بتفرضها الاسماء الموجوده في الفرقتين، والتاريخ المواجهات برده اعتقد هيضفي على المواجهه دي سخونه، وان كانت النتائج وخصوصا في مشوار افريقيا اعتقد عكس ده تمام. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي كلامنا مع كابتن احمد عبد الفتاح ضيفنا النهارده في السادسه.